عندي شويه مخ طنبوري، مخ، فلفل الوان، ثوم باودر، بصل باودر، بيض، دقيق، زيت القليه، نقدمهم مع الشيبسي، قرن فلفل حراق، بتنجان رومي. اهم حاجه في التنبوري عندي حبه خضار تنبوري. اهم حاجه في التنبوري يا جماعه التتبيله بتاعته، التتبيله بتاعته مهم جدا. كده نجيب ده كله هنا، وادي المخ بتاعي، انا باخده سلقه في البوكيه جرنيه بتاعه، جزر وبصل، وبابريكا، وثوم، وكمون، ملح، وفلفل. ادي بقى كل التوابل اللي عندي اهي. كده كل البهارات بتاعتي اهي. 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 التنبوري النهارده عامله بطريقه جديده وحلوه. ادي حبه كركم. حاطين بيض في الفريزر. حمتي. دول حبة بقسماط عشان العملية تبقى حرش عندنا. وادي دقيق. يعني المفروض لو في شوية بيكنج باودر، بس احنا مش عايزين نحط بيكنج باودر. شوية ووتر. بتقول لي ما بتحطش لبن ليه؟ عشان المية بتخلي الحاجة ناشفة كريسبي، اللبن هيخليها طرية. فهمت يا بتاعت المدارس؟ طيب مش قوي. ما حطيناش ملح لسه. حطينا حبة نشا على المخ. دي بقية البهارات بتاعتي. معايا يا عمي؟ باخده نص سلقه في البوكيه جرنيه الاول يا جماعه، باخده نص سلقه في البوكيه جرنيه. بياخد عباره عن بصل وكرات وكرفس وجزر، ورق لورا وحبهان، وعصير ليمون. بحط فيه المخ بتاعي يتسلق الاول.